أكدت وزارة الصحة على ضرورة التعاون المجتمعي والمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم للمساهمة في زيادة أفراد المجتمع المحصنين من الإصابة بفيروس كورونا. جهود مستمرة تبذلها مملكة البحرين في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، فقد وفرت أعلى درجات الأمان للمواطنين والمقيمين من خلال التطعيم بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قد أكد أن الدراسات في مملكة البحرين أثبتت فاعلية التطعيمات مع وجود سلالات متحورة من الفيروس في زيادة المناعة وتحقيق الحماية من خلال تخفيف الأعراض. أسرة عندي كلها متطعمة الحمد لله، غيري أنا، واقتنعت الحين أنه لازم أن أنا أتطعم، لأن اتصلت على الرقم اللي هو حق أخذ موعد من الابلكيشن، قالوا لي دش الابلكيشن، سويت كل شيء الحمد لله، الامور طيبه. يعني شهادتي انا فيهم مجروحه اصلا من الاساس، يعني الكل يشوف راياتهم بيضة. ونصيحه من مواطن يا جماعه، علشان نحمي المجتمع ونحمي عيالنا لازم نحن نطعم. هذا ودعا الفريق الوطني الطبي إلى ضرورة التعاون المجتمعي والمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم، مما يسهم في زيادة أفراد المجتمع المحصنين من الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يبطئ انتشار الفيروس ويساهم في المناعة الجماعية. هذا وتجدد الجهات الصحية في المملكة التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالوعي المجتمعي وزيادة الحيطة والحذر، وضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، ومن أهمها الابتعاد عن التجمعات الأسرية الكبيرة التي تعتبر أحد أهم مسببات ارتفاع الحالات القائمة بفيروس كورونا.